سيبك منه، وانا وانتي صوتك قمر وشكلك بنت قمر، انا رايي انا شكلي هكروش عليك انت. يا فيروز يا فيروز، هاي، مساء الفل. انا نور النبوي، والنهارده هعمل حاجات عمري ما عملتها قبل كده قدام الكاميرا. دلوقتي هيجيلي مكالمات من ناس بيحكولي مواقف مع الكراشز بتاعتهم، وانا هحاول اساعدهم لو قدرت. يا منتصر، مساء الفل. مساء النور. احكي لي وضعك عامل ايه الوقت ده؟ موقف بواحده معايا في الجامعه وبكلمها على طول، وان شاء الله حست حاجه بقى كده ان هي مش بتفتح مواضيع خالص غير لو في بروجكت او لو في حاجه في الجامعه، فده اثبت لي انها بتثق فيها جامد، واكيد كده هي معجبه بيا، يعني مش هسيب بروجكت والحاجات دي لاي حد كده يعني. طبعا انت محل الثقه. لا كمل ادوس ولا ايه رايك؟ تدوس في ايه؟ في البروجيكتس يعني؟ اعملها بروجيكتس يا منتصر. في العلاقه اكيد. علاقه ايه؟ ما هو دي العلاقه اللي انا شايفها قدامي دلوقتي يا منتصر، علاقه بروجيكتس. انا من ناحيتي انا في علاقه. من ناحيتك انت في علاقه. بقى لها قد ايه بدات بقى؟ دي بقى لها 4 سنين. بقى دخلت الجامعه. فاكره كده بتحبطني. لا يا منتصر، بحبطك ايه؟ يعني ما تساعدهاش؟ انت معجب بيها؟ معجب بيها جدا طبعا. ما تساعدهاش. هي لازم تتسوح عشان تحس انها عايزاك. بص يا منتصر، البنت لو بتحبك هتبين، وخصوصا قبل 4 سنين، يعني ممكن 3 سنين مثلا، لكن 4 سنين 4 سنين ده كتير قوي يعني. احبطتني قوي. لا بص يا منتصر، علشان الشمس تيجي لازم الضلمه تبقى في اشد وقتها، فانا عايزك تخش في الضلمه جامد عشان الشمس بكره هتيجي ان شاء الله. يعني انت شايف ان انت من ناحيتها هي مفيش اي حاجه؟ مفيش نواحي، انت مخده بالنسبه لها منتصر. انا اسف، انا اسف. لا 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 والله يا منتصر انت زي الفل، وان شاء الله اللي جاي احلى، وانا واثق فيك حبيبه منتصر. حبيبه نور. 4 سنين؟ لا كتير يا منتصر، كتير. ايوه يا فيروز. هاي ازيك. هاي ازيك، اسمك حلو قوي. الحمد لله مشتي جدا. الحمد لله ماشي. العفو. بص، هو انا بكرش على واحد وهو محسسني يعني ان هو بيحبني وكده، بس هو دايما لما بيكون عنده مناسبه خاصه بيه ما بيعزمنيش، ولما بتكلم معاه في الموضوع بيقول لي اللي هو بغير عليكي ومش عايز حد يشوفك، فالموضوع غريب شويه. بلس ان انا كمان قبل كده شفته صدفه مع صحابه وكده وعمل نفسه مش عارفني. طب عندي اسئله فيروز. اولا انت بتقولي هو محسسك ان هو بيحبك ازاي؟ يعني بيهتم بيا، ساعات بيكلمني، بيفلرت يعني. طيب بتخرجوا؟ يعني ممكن نكون خرجنا مرتين بس وكنا بنبقى لوحدنا. مين اللي دفع؟ لا احنا بنقسم تشيك. ايه؟ خرجت مرتين بس وفي المرتين قسمتوا تشيك؟ كنت عايزه احسسه يعني ان انا عايزاه يدفع لي، فقلت اقسم التشيك وهو ما منعش. طب والمرتين دول يا فيروز في خلال قد ايه؟ لا فتره يعني، ممكن المرتين كان في ما بينهم 4 شهور. 4 شهور؟ طب وانت بقالك قد ايه بتحبيه؟ انا بقالي سنه، بس انا مش متاكده ان هو بيحبني، بس بحس يعني. فيروز يؤسفني اقول لك هو مش بيحبك، انا اسف، بس يعني انتوا بتقسموا تشيك في اول خروجتين، خرجتوا فين يا فيروز؟ هو دايما كنت بقول له ننزل نتغدى وكده، كان بيقعد يقول لي لا احنا ممكن ننزل نشرب كوفي يعني. قسمتوا الكوفي يا فيروز؟ بيقسم معاكي الكوفي وبتقولي لي حاسه؟ حاسه ايه؟ حاسه ايه يا فيروز؟ احساسك غلط، الولد ما بيحبكيش. الحقيقه صادمه. انا فاهم ليه بيفلرت معايا، بيقعد يقول لي شكلك حلو قوي. يا فيروز كلنا بنقول كده، خلينا بصراحه. انا هقول لك الولاد بيقولوا ايه، ما كلنا بنقول شكلكم حلو. لا صدقيني يا فيروز تستاهلي حد بيدفع لك القهوه، صدقيني اللي بيدفع بيحب. اسمعي مني. سيبك منه، وانا وانتي صوتك قمر وشكلك بنت قمر، انا رايي انا شكلي هكراش عليك انت. يا فيروز يا فيروز، بص يا فيروز، اللي ما يدفعلكيش في اول ديت ما بيحبكيش، اسمعي مني. الو يا زين. مساء الفل. يلا عايز اسمع. انا من سنتين كده كنت قابلت واحده اعجبت بيها في اول مره، انا ساكن في الشيخ زايد وهي في التجمع، فكنت بطلع بقى كل يوم او يومين، فبدات تكلمني تقول لي معلش يا زين بس عايزاك في مشوار، مامي عايزه تروح كذا، بعدها بيوم تقول لي معلش اصل انا عايز انزل اجيب اطباق، وبدات تروح معاها مشاوير غريبه قوي، كنت مستغرب المشاوير اللي انا بروحها. بعد كده جابت حاجات غريبه قوي في سن واحده تجيبها 23 24 سنه. جابت ايه يا زين؟ جابت اطباق، حلل، مفارش، فانا ما كنتش فاهم هل البيت بتاعهم ينقصوا الحاجات دي، كانت بتقولي مامتي عايزاها، خالتي عايزاها، عمتي بتخوزها كسر عليها طبق مع رأي، يعني كانت اسباب دايما مش مقنعه فعلا. وفي الاخر جت اتجوزت، فيعني الوضع ان كان جهازها، يعني انا كنت بوصلها عشان تجيب جهازها. بص زين، اي حد يبدا يعمل مشاوير من اكتوبر للتجمع اعرف ان هي على طول هتاخدك سكه وهتتعامل معاك على اساس انك ديليفري، فانت غلطان، انت اللي كنت بتصرف على نفسك في البنزين ده. ده بنزين كتير قوي. طب هل انت ساهمت في عفش الشقه بتاعتها؟ مش للدرجه، ليه ان شاء الله خدت عليها حاجه. طب وانت يا زين قعدت قد ايه تشتري معاها الحاجات دي؟
لما كان ناقص 6 معالي في الجهاز، يعني كان ناقص 6 معالي. حرام عليك، سبتها تجيب الست معالق دي لوحدها يا زين. خد التاكسي بقى غالبا، خد التاكسي. تلاقيك انت اللي حسبت عليه والله. طيب بص يا زين، يوسفنا اقول لك انك اتغفلت، طب هعمل ايه يعني؟ ربنا معاك وربنا يوفقها، وهي حرام عليها يعني اللي عملته فيك ده، وان شاء الله اللي جايه لو مش من اكتوبر يا زين ما تاخدهاش. اسمع مني يا عيني على زين، وقع ضحيه لعمليه نصب الحقيقه، واللي عملت فيه كده يعني عيب، يعني ما يصحش. ربنا معاك يا زين. دلوقتي هيجي لي ديزرتس من كذا بلد، وكل بلد هريتت على حسب هو حلو ولا لا. اتمنى يبقى حلو. نبدا بالفرنش فرنسي، اللي عارفني يعرف ان انا مدرستي كانت فرنش، فايه هقيم بضمير هنا. هبدا بدي، دي تاخت بنان يا جماعه، بنان يعني موز بالفرنسي. اللي يعرفني يعرف ان انا ما بحبش الفاكهه على الحلو، بس نجرب. تحفة. احلى حاجة فيها ان انا بمضغ بسرعة جدا. هاخد بعد كده بايت اقل، لان انا ممكن اقعد هنا اليوم كله. اكلاغ دي انا عارفها، حلوة قوي. نطلع على اللي بعده، دي الميلفاي. بصوا انا دي مش عارف انا بقطعها ازاي الحقيقة. اوكي اهي، هنا الكريمة كتير قوي والميلفاي قليل. ميلفاي يعني 1000 ورقة. دي حلوة بصراحه. الفرنش في الديزرت ما بيجلوش يعني، هم كويسين قوي. اخر واحده عشقي، اكتر حاجه بحبها في الحياه، ممكن اكل منها 150. الماكرونز انا بحب اللي بالشوكليت واللي بالفانيلا، نجرب الاثنين او كله يعني. حلوه حلوه قوي، تحفه. واحده كمان دي انا ما اعرفش بايه، بس دي حلوه. دي بالفراوله اظن، كله حلو كله حلو. ريتنج التخت بنان مش ذوقي قوي، فده هيضعف الفرنش شويه، فانا هقول عشان الماكرونز والميلفاي 8.3. طيب دلوقتي ده التركيش، دي اظن باكلافا. دي ايه دي؟ دي مش ست. ايه دي؟ دي ايه؟ كازانديبيل، مكونه من ايه؟ طيب زي المهلبيه. اوكي، ودي بسبوسه. نبدا بالبسبوسه، ماليش فيها خالص يعني، مسكره قوي. اوكي. وحشه لا، بحبش البسبوسة. سوري لعشاق البسبوسة. البقلافة دي بقى انا بحبها، هي دي بتاكل بالشوكة بس كده يا جماعة، حاسس انها بأوفر. دي فيها من جوه فستق وهي طبقات كده زي الملفي. وقعت. دي حلوة قوي، اي لاف ات. دي بقى من الفيفورتس ليا، اسمها رموش الست، انا كنت باكل منها كتير وانا صغير. لا انت ممكن تقفله شوية، انا مكمل مع دي. دي حلوة قوي، ايه دي تحفة. دي هنسيبها لبعدين. هنيجي لدي، شكلها مش مبشر الحقيقه، بس انتوا بتقولوا شبه المهلبيه. ليتس فايند اوت. هي تكستشر ناشف شويه، بتمسك في الشوكه. يا رب. ايه ده حلوه، دي حلوه قوي برضه. التركي بسبب البسبوسه هديله 7.1. اوكي دلوقتي جالي جابانيز. الموتشي جربته قبل كده، ده موتشي انا عارفه، بس الجابانيز كيك لا، دول انا مش عارف هم ايه. هبدا بالموتشي، ده جوه ايس كريم، انا معرفش اللي بره ده بيبقى ايه بصراحه. ده بالفستق، حلو ومش مسكر قوي فاهم، بحب انا كده، بس بيلزق في البق. نيكست وان دي بالرمان، نجربها. اه دي ناشفه، دي محتاجه سكينه، بس شكلها لذيذ والله. الرمان كتير فيها شويه بس مش وحش. ماه كده. نجرب اللي من الماتشا، ناعمة جدا، تكستشر حلو، فلافي كده وحلو. الماتشا وحشة جدا. وحشة جدا. ما حبيتهاش. آخر واحدة وأنا أراهن على دي. دي حلوة. الموتشي حلو، الجابانيز كيك حلوة، بس دول مش قوي. ممكن نقول عايز درام رول وبتاع. 6.5. رجعنا بلدنا. الفطير، العسل الاسود، الكحك، وام علي. انا بحب الاكل ده جدا بصراحه. نبدا بالفطير. احلى حاجه هنا بقى ايه؟ ان الفطير بيجي سخن، ممكن ادوقه بالعسل كده. وقعت عسل على ما هو جزء من الطقس المصري برضه، ان احنا نوقع على نفسنا. تحفه. الكحك انا هموت بعد الحلقه دي، لو في حاجه جت على بقي قولوا لي. تحفه. لا بجد الاكل المصري يكسب. المفضله ام علي. ام علي بقى ايه؟ مش بالمكسرات، ودي حاجه حلوه لان انا ما بحبهاش بالمكسرات. لا فيها مكسرات، فيها زبيب، فيها جوز هند، دي مش مكسرات ما اعرفش. تحفه. طب يا جماعه انا مصري وده اكل مصري، فالمصري يكسب. 9.4 احلى اكل فيهم كلهم المصري.
ومفيش نكست لان مفيش حاجه تيجي بعد المصري. هاي ربنا يستر. انا دلوقتي معايا حسن مالك واحنا هنعمل الاكسبنسيف تيست. هيجي لنا حاجتين هنشوف ايه الحاجه الاغلى. مش كده حسن ولا ايه؟ صح. احنا هنقي مع بعض. يعني دي مش كومبيتيشن. لا يا باشا. انا وحسن لازم نتفق على ايه اكتر حاجه اكسبنسيف. الاكل فين؟ ده مش اكل يا حسن. امال مش شرط. قال لي في حاجه ممكن تتاكل. لا ماشي. اوكي دي شنط يا جماعه. دي شكلها تحفه الحقيقه. دي تجربه بقى. ماشي مش هخش في ايدي انا اسف. لا دي ممكن تخش في ايدك حسن. عايز اجرب دي؟ يا حبيبي شكرا. هنا التست هيبقى صعب. بص ما اظنش ان دي في حاجه غاليه. دي هنا. انا حاسس ان جلد وبتاع. يا سلام باينه قوي. وبعدين كنت اقول دي انا. لا يا عم باينه. ماشي نقول. ماشي نقول. ده عسل. انا بحب العسل جدا. لا حسن واحد بس اللي هيدوق. فانا اللي هدوق. هدوق ده الاخر بجد 100%. ده اكيد جبلي يا جدع. ماشي ماشي. بدوق التاني بس احاول ادوق من حته مختلفه. بص هقول لك حاجه. ده الاغلى. ده الاغلى. ده عشان افتح شويه. اه لا ده طعمه احلى والتكستشر بتاعته احلى. فود ريفيور. فانا اظن ده الاغلى. الله الله. مش شكل. اتنين. مش شكل. مش شكل حتى دوق. ايه ده بقى؟ احنا مش عارفين. يعني ايه ده بصراحه؟ استخسار. باشن فروت. باشن فروت. هو ده الباشن فروت؟ طب انا عايز ادوق. في سكينه فبالراحه. هي بطاطس يا يعني. اوكي استنى هقول لك. انا ما اعرفش انا بقطعها صح ولا ما اظنش. هي ما بتتقطعش. هقول لك. هقول لك احنا نقتلها. ايوه. لا 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 لا. اوكي. حسن هيموت ويدوقها. لا لا لا. ايه ده؟ ريحتها حلوه قوي. اه ريحتها حلوه. دوق. انا سيبك تقيم في دي. ايه ده؟ ايه حلوه؟ ماشي حسن بيعشق. والله العظيم دي احلى فاكهه دوقتها في حياتي. يلا هقطع لك التانيه. لا لا ايه؟ ها تحفه؟ عندكم تاني؟ اقسم باخد انا ماشي. لا لا دي حلوه قوي. اوه هي شكلها بس مش مغري خالص. انا مش انا عمري اول مره كلها بس يعني. ادوق على ضمانتك؟ لا لا لا. انت بتعمل حاجه للمزه؟ لا. ما تدوقش انت. انا عايزك تقرر. انا عايز حسن يلعب شويه. لا الصغيره اغلى طبعا. انت ما دقتهاش صح الحمد لله. خدها انا بقى. انت اختار. خدها انا بقى دي اغلى يا جماعه. الصغيره 100%. الكبيره انا حسيت برضه حلو. عرفنا يعني نجيب الاصغر واحلى ونجيبه منين بقى. ماشي هيروح ياكل وبعدين نرجع. دلوقتي يا جماعه جابوا لنا ميه. لا ليه ممكن تكون سبريت سباركلينج. لا دي ميه عاديه. الله انا كنت عطشان. ماشي مقزز. لا دي اغلى طبعا. لا دي دي الاغلى. تحسها نقيه اكتر. نقاء. هي دي. الله عايز اعرف فرق السعر. شريبه ميه دي ب 150 جنيه. مالها المايه الكولدير الحلو الجميل دي ب 150. انا هاخدها معايا وانا مروح. تعالى بس هتاخد بوق تاني. مش هنشربها تاني في حياتنا. انا لابس كويس ال 150 جنيه. نكس يا جماعه معلش. خليها هنا معايا. ده مشط. مش عارف جماعه ايه. امشطه. امشطه ماشي. احنا معانا الاثنين دول. الحاجات النظيفه اولا مش هيبقى شكلها عيالي كده. بس ده بقى ده بروفيشنز بقى. عشان ده بتمسكه كده تاخده كده. الجوده هنا كواليتي اعلى بكتير من الجوده بتاعت. بص بص يا حبيبي بص بيتحركوا. ده بقى لا ده ما بيتحركش. ده الاخر. وده وانت اعمى. انا مشيت ورا حسن في مره ونجحت. مش همشي ورا المره دي. ده الاغلى. نتفق. ماشي يلا عشان ناخد دي. بس انا عارف ان انا صح حتى لو انا غلط. مش مشكله. ما انا قلت. ما انا قلت. شكرا. ما انا قلت يا اخي. يا شكرا. اخي انت شايف الفرق. بص دي شكرا. بص دي في فرق شعر. في فرق شعر. دي ما بتعملش حاجه. في فرق شعر يا حسن. في فرق شعر. طيب دي يا جماعه جاكيت جلد. ده شكله احلى بس حاسس ده يكون في الاخر ارخص. هقول لك حاجه. ده مش جلد طبيعي. بلاش. والنبي والنبي. انا حاسس ان ده اندر دوج يعني. ايوه ده هيبقى اغلى حاسس. اه عايزين ولاعه. والله لو ولاعه. ايه 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 يا ابني عارف نورب ايه؟ طيب هتقطعه واللي يتقطع اسرع يعني؟ 100% ده 100% على اللي انت عايزه. طب ما انا قلت ده. ذس ون غلط؟ قلت لك ده شكله نضيف بس مش بالشكل. طيب ده يا جماعه جالنا اكل قطط. بس انا اسمع حاسس انك ممكن تدوق منه. ايوه كده دوق. اوكي ماشي ماشي ماشي. ده ريحته رنجة بصراحه. دي صغيره وكده وشكلها محترم. دي الاغلى وعلى ضمانتي عشان عندي قطط. صح صح. باكل قطتي. ده معناه فعلا حسن والله. بياكل قطته. طب ايه الفرق في السعر؟ انت بتاكل قطتك ب 300 جنيه يا حسن؟ انا مش هاكلها عندك مكلت. ماشي ليبستيك. بيجيبوا لنا حاجات بنات عشان اكيد احنا مش هنفهم اي حاجه. هتقيم ده ازاي يا استاذ حسن؟ ده ماك. ده الاغلى. ليه بقى؟ اظن ده رخيص قوي. ليه ده الماك ده حاجه ده حاجه ايه؟ ده حاجه ايه يا ما تحاولش. بيقولوا يعني ده الاغلى. ده الاغلى؟ انا ما اعرفش. ميدن ايطالي بس. ده الاغلى. ميدن ايطالي؟ طب ده يا عم ماك ده فاكسان شويه. انا ما اعرفش. همشي ورا حسن في دي مع اني مش مقتنع بس ماشي. ده الاغلى.
ايوه يا جماعه انا قلت طلع غلط غلط. بقول لك ايه بعد كده هات هات بس شكله معفن قوي. تاكيد مش هيبقى شكل ازاي ده شكل وحش قوي. ده معروف ده مش معروف اصلا. ده براند ايه؟ مش مكتوب عليه براند. ايه ايه على الراوند دي. طيب دلوقتي جابوا لنا مشروبات غازيه. عايز تجرب ده؟ اوعى تستعمل. انا جهز لك ثانيه. خد ده يا ابني. ضائع والله العظيم ده ضائع. دي الاغلى. طب يا جماعه انا اصلا ما بشربش اي صودا فانا هسيب حسن هو اللي يسيطر يعني. دي طبعا فيها صودا. لا انا بفتي الصراحه هي دي اغلى. شكرا حسن يا جماعه. طيب دلوقتي احنا جالنا اثنين. يعني ايه طيب؟ مش عارف دول ايه الحقيقه بس جالنا حاجتين. انت هتعمل ايه؟ عشان ما هاجي تحطها يعني. اللي ريحتها صعبه اصعب. استنى. بالشكل بقى. تعالى بقى بالشكل عشان ايه الحكايه بنفتي. دي شكلها الاغلى بس عايز انا هديك علينا ودي تبقى اغلى في الاخر. انا هشوف ميدن ايه. ايه ميدن ايه؟ شوف كل واحده. شوف الانجريدينتس. دي ميدن ايجيبت. دي مش مكتوب عليها اصلا ميدن ايه. هقول لك حاجه. انا عشان مصر رايي دي الاغلى. كده كده دي الاغلى. اخترنا دي. صح؟ يا سلام يا حسن. صح. ده يا جماعه اتنين كوليه. بص يا جماعه بصراحه الفرق واضح. لا مش لازم مش لازم. طب بقول لك ايه اللي انت عايزه دي اغلى. دي؟ ايوه طبعا يا معلم الاكسسوار دي بلاستيك. ايوه طب طبيعي دي اغلى. سلسله ممكن بقى يا هو بيضحكوا علينا شكلها. اه شكلها ايه دي ما فيهاش اي حاجه. ودي برضه شكلها. اقول لك ليه اقول لك ليه بصراحه بتجيبوا لنا حاجات مش اختصاصات. بقول لك ايه بقول لك ايه دي اغلى. لا ثانيه 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 دي اغلى 100% دي اغلى 100% 100% 100% حسن. لا لا والله اقنعني. ما اعرفش بس دي شكلها غالي مش تبقى غاليه في الاخر. هو عايز يمشي بالايه unexpected. دي الاغلى يا جماعه. الله يا حسن الله والله العظيم انا فخور بيه. انا كنت متاكد دي كانت الاغلى فعلا. وباين عارف من ايه بقى؟ مش عارف هي ليه دي اغلى؟ شكرا يا جماعه. شكرا يا جماعه. النهارده انا كنت مبسوط قوي قوي ان انا مع بنش سيركل. وبليز اعملوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب لبنش سيركل على اليوتيوب. واكتبوا بقى في الكومنتس عايزين مين قاعد على الكرسي ده المره الجايه. لو قلت انا مفيش مشكله اجي تاني يعني. لا انتوا ممكن تقفلوا شويه انا مكمل مع دي.